بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة وبرنامجكم صحتك ثروتك. ساعات كده في بعض الحلقات الواحد وهو جاي بيقدمها بيبقى حاسس ان هو مبسوط، وطبعا الانبساط ده بالتأكيد بيبقى له سبب، والنهارده انبساطي بالمناسبة ليه أكتر من سبب. السبب الأولاني النهارده حلقتنا، احنا النهارده فيها فقرات متنوعة، وبما هي فقرات متنوعة فمعلوماتنا كتير. السبب الثاني ان البرنامج النهارده عنوانه هو أسرة البرنامج، يعني اللي هيقدموا فقرات البرنامج النهارده هو فريق العمل للبرنامج. وقلنا قبل كده ان احنا البرنامج بتاعنا كل اللي بيقدموه ناس متخصصين. الفقره الثالثه النهارده بتاعتنا اللي هي مشاغبات عادل وعلاء. عنوان الفقره انا ما اعرفوش، بادئ زبيد يعني، هو الضيف قال لي انا مش هقول لك عنوان الفقره، هي دي نوع من انواع المشاغبات. الفقره الثانيه النهارده بناء على رغباتكم استكمالا لموضوع الزيتون، واللي حصل كل الكومنتات اللي جات على الفيسبوك ان احنا محتاجين نتكلم بالتفصيل اكتر عن الزيتون، وعشان كده الفقرة الثانية هي بعنوانها الزيتون ما بين الوقاية والعلاج. الفقرة الأولانية بتاعتنا الفقرة الثابتة وهي الكبسولة، وعايز أفكركم بالكبسولة. احنا كان المرة فاتت اتكلمنا عن حساسية حبوب اللقاح، وقفنا ان احنا ازاي نشخص حساسية حبوب اللقاح، طرق تشخيص حساسية حبوب اللقاح. تعال نخش على طول مع الكبسولة بتاعتنا عشان ما فيش وقت، ونرحب بضيف ضيوفكم الدكتور محمد راشد استشاري الحساسيه والمناعه والمستشار العلمي للبرنامج. صباح الفل دكتور محمد. صباح النور يا دكتور. الحمد لله. اخبار سواجع حسك ايه؟ الحمد لله تمام. بالنسبه للدكتور محمد جاي من سواج مخصوص، كان عنده رحله عمل بسواج ولازم كان يجي البرنامج ده، دلاله البرنامج بتاعنا احنا كلنا بنيجي واحنا حابين ان احنا صحيح. حضرتك برنامجك جميل جدا وفعلا بيقدم معلومه هادفه، وفعلا اتمنى له التوفيق والنجاح، لان قلما انك تلاقي برنامج متكامل يعني بهذا المشهد. بالمناسبه يعني انتوا جزء الاساسي في نجاح البرنامج. ربنا يبارك فيك يا باشا. احنا هنكمل رحلتنا مع الكبسوله، هنكمل الجزء اللي احنا توقفنا عنه المره اللي فاتت، وهي ازاي اقدر اتعرف او اعرف ان انا مريض حساسيه لنوع معين من حبوب اللقاح. تمام. وفي جزء هيبقى مرتبط بيه هنكمله بعدها ان شاء الله على طول باذن الله يعني. تمام. اللي طبعا هي كل الموضوع بكل بساطه، احنا بيتم اجراء بيتعمل مستخلصات من انواع مختلفه من حبوب اللقاح طبقا للبيئه المحيطه، لان زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت ان البيئه، مثلا بيئه الوادي الجديد تختلف عن بيئه الصعيد، تختلف عن بيئه شمال الجمهوريه، فبيتم عمل تجميع لانواع حبوب اللقاح، وكل نوع بيتم تصنيفه، وبعد كده يتعمل مستخلص لهذه الانواع. تمام. في حاجتين يعني ممكن اعمل يعني كل نوع سبيسيفيك حاجه متخصصه كده، وممكن اعملها حاجه بيسموها ميكسد يعني الخليط كله، ويعني اعمل اختبار للعيان. طبعا الاختبار ده بيتعمل يا اما بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا بعرض احط مستخلص على الجلد، طبعا في هذه الحاله العيان بيبقى اول يعني اللي هيعمل الاختبار لابد ان هو بيكون موقف الادويه الخاصه بالحساسيه، لان انا بشوف الريسبونس او رد فعل الجسم خلال تلت ساعه. تمام. فلازم يكون موقف ادويه الحساسيه، وخصوصا ان هي مضادات الهستامين، وطبعا ولها برضو الكريتيريا برضو مش اي جلد ان انا اقدر اعمل الاختبار، لازم يكون جلد العادي، لكن الدارك سكيل بيبقى صعب شويه اللي هو اللون الجلد الاسود او الكلام ده كله بيبقى صعب شويه، ما يكونش فيه مشاكل في الايد. كل ده احدى الطرق العمل الاختبار. الثاني اللي هو الاختبار عن طريق الدم، كل القصه بتسحب عين الدم، بيتم فصل الاجسام المضاده المتخصصه لهذا النوع ضد حبوب اللقاح. كل ده في المعامل صح؟ كل ده بيتم في قلب المعمل. اي معمل بيقوم بهذا التشخيص؟ لا لا لا، لازم يكون حد متخصص عشان يبقى فاهم الاليه بتاع السيكونسس بتاع الاختبار. لازم العيان ده لازم يبقى انا محضره كويس، يعني في حاجات معينه منه باحتياطات لازم اقول له عليها، الكلام ده كله. لا، لازم يكون معمل متخصص في اجراء اختبارات حساسيه، سواء كان للدم او الاختبار اللي بيتعمل على الجلد. ده بشكل بسيط جدا. في اختبار تاني ولكن ده يعني مش يعني صعب ان احنا يعني تعمل، هو نوع من انواع المحاكاه. ممكن عيني يتعرض لهذا المسبب بشكل كده، نشوف هل له تاثير على عينيه على الانف الكلام ده كله، يتعرض يشوف له تاثير زي نوع من انواع المحاكاه، ولكن ده قلما ان هو يستخدم. استكمالا لموضوع الكبسوله النهارده هنتكلم على حساسيه العين. كده احنا خلاص قفلنا حساسيه حبوب اللقاح، كده خلاص قفلناها، اتكلمنا على اسبابها، شكلها، فصول السنه،
الموسميه بتاثر على ايه؟ النهارده هناخد حته صغيره اللي هي العين. حسيت العين. حسيت العين. هي حسيت العين هو عباره عن او حتى بيسموها التهاب ملتحمه العين التحسسي. طبعا عندنا ملتحمه العين لها دور كبير جدا في عمليه ترطيب العين، تحافظ على العين. طبعا ملتحمه العين دي او اللي هي دي موجوده بتبقى تحت الجفن، وطينا للجفن وبتغطي البياض بتاع العين. تمام. ده الغشاء الرقيق اللي بيحمي العين. طبعا هذا الغشاء طبعا عرضه لكتير من الظروف اللي موجوده حوالينا والمسببات اللي موجوده حوالينا، من شانها بتعمل حكه، يعني تعمل حكه في العين واحمرار مع العين، وممكن كمان يطلع افرازات اللي هي افرازات الدمعيه تطلع برضه. ويعني كل الكلام ده كله بسبب التعرض للمسببات اللي موجوده حوالينا دي. اللي هو حساسيه بتدي الدموع بيبقى لونها مش متغير، لون الدموع لا لون الدموع عادي، لان كده ما تاخدش عدوى، لان العدوى لون الدموع بيتغير. لا العدوى بقى لون الدموع بيتغير، بيبقى فيه اكسكريشنز افرازات صعبه جدا، وما بيقدرش يفتح العين، وبرضك بتعمل التهابات تهيج برضك للملتحمه العين. طبعا دي بتبقى صعبه جدا، وطبعا في الحاله دي لازم يتم التعامل معاها بشكل سريع جدا. بس الالتهابات ممكن تؤدي العدوى لو احنا طبعا التهابات، لو حصل التهابات فيروسيه بسبب فيروس او سبب بكتيريا، طبعا دي اكيد لازم تعمل، يعني دي تبقى طبعًا مصدر من مصادر العدوى. انما الحساسيه لا، مش بقولنا زي ما اتفقنا قبل كده ان هي مش مصدر من مصادر العدوى. حضرتك بقى طبعا هنا طبعا بيبقى شكلها اعراضها بشكل عام زي ما احنا قلنا، بيبقى حكه، بيبقى احمرار في العين، يبقى في تورم في جفون العين، بيبقى في الافرازات دي كلها الاعراض بتاعتها. طب احنا النهارده ازاي نقدر نعمل وقايه منها؟ ازاي يعني؟ طبعا العين دي بالنسبه لنا حاجه غاليه جدا، ما ينفعش اللي احنا نسيبها كده. لو اول حاجه لازم ابعد عن مسببات الحساسيه، ابعد عن الاتربه، ابعد عن الغبار، ابعد عن الوقت اللي بقى فيه رياح شديده، كل الكلام ده ابعد عنه، دي رقم واحد. رقم اتنين، خلي بالنا برضك من ضمن الحاجات اللي بتاثر على العين وبتعمل تهيج للعين اشعه الشمس. اشعه الشمس خصوصا الاشعه الفوق بنفسجيه، ودي برضك بتعمل بالضمن برضك الاعراض اللي بتحصل، اللي يحصل جفاف في العين. طبعا كل ده بيسبب برضك مشكله. يعني بينصح باستخدام النظارات الطبيه الشمسيه، النظارات الطبيه المعتمده، المعتمده مش اي نظاره، مش اي نظاره. حاجه ثانيه برضك حضرتك دلوقتي، العدسات اللاصقه، لو حد عنده حساسيه لا يفضل ان احنا ما نستخدمش هذه العدسات. وان في مشكله ثانيه، اللي ممكن العدسات نفسها تشيل بكتيريا وتشيل فيروسات وتبقى مصدر للعدوى. بس انا عندي مشكله ثالثه. اتفضل. عارف ايه؟ لا الفقره خلصت. الكبسوله نكمل. يعني احنا المره الجايه هنكمل ايه الوقايه بتاعتها، نعملها الوقايه والعلاج. والعلاج مفيش مشكله. نخش في العلاج باذن الله. باذن دكتور محمد، بس انا عايز اقول للساده المشاهدين، جات لي ناس كتير جدا، لان احنا عاملين صفحه على الفيسبوك وبتاع، فالناس دايما بتسال البرنامج بتاعنا بالظبط، الناس الصراحه بتستناه. الناس اللي ما بتستناش البرنامج بتاعنا، البرنامج بتاعنا بيبقى يوم الجمعه الصبح الساعه 10 صباحا، الساعه 10 الصبح يوم الجمعه. دكتور محمد راشد، انا بشكرك في نهايه كبسولتنا النهارده، ولكن دايما انت خلاص، يعني انا بقفل معاك ومبقاش متضايق، لان عارف ان احنا ان شاء الله الجمعه الجايه هنكمل الكبسوله باذن الله. اتفضل. خلصت فقرتنا الاولى النهارده، واتكلمنا فيها عن الكبسوله، واتكلمنا فيها عن حساسيه الحبوب اللقاح، ودخلنا بعد كده في حساسيه العين، وهنكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي حساسيه العين. تعالى بقى نشوف الفقره الثانيه بتاعتنا، الزيتون ما بين الوقايه والعلاج. فاصل ونواصل.